محمد الشناوي النهارده بيقودنا لذكرى رحيل الكابتن ثابت البطل، اللي شاف كابتن ثابت البطل وهو في حراسه مرمى النادي الاهلي وشايف محمد الشناوي هيلاقي فيه تشابه كبير جدا بين اداء الحارسين، ثقه، ثبات، امتلاك لمنطقه الجزاء وال18 في العرضيات، هدوء غير طبيعي. كان كابتن ثابت البطل الله يرحمه مواصفات خاصه، مواصفات قائد. تعالوا نشوف اخر لحظات الكابتن ثابت البطل اللي عاش ثابت ومات بطل. طبعا رحم الله الكابتن ثابت البطل اللي أصر برغم التعب يتواجد في اللقاء هو الأهلي والزمالك، وكانت آخر مشهد ليه في الملاعب المصرية وهو بيدعم النادي الأهلي من موقعه كمدير للكرة، المدير التاريخي للنادي الأهلي. مواقف كتيرة جدا فارس لكابتن ثابت البطل، أعتقد لازم يتوقف عندها كل لاعبين الجيل الحالي والأجيال القادمة، لأن احنا النهاردة بنتكلم عن الذكرى الـ15، إن أنت ممكن ترسخ وتبقى متواجد في وجدان كل الجماهير الأهلوية من خلال مواقفك وثباتك ومن خلال بطولاتك. حقيقي يا أحمد للبعض نصيب من اسمه، وأكيد كابتن ثابت البطل كان له النصيب الأكبر من اسمه. فعلا هو ثباته في كل مواقفه وعلى مبادئه وبطولاته اللي مش بس بطولات رياضية. كابتن ثابت البطل 24 بطولة مع النادي الأهلي، 11 بطولة دوري، 7 بطولات كاس مصر، 5 بطولات أفريقية وبطولة أفرو أسيوية. ولكن كمان كابتن ثابت البطل مسيرة دولية رائعة. الفكرة اللي بعيدة كمان عن فكرة البطولات إن كابتن سيد البطل كان رجل مواقف، مش بس وهو إداري وهو لاعب كمان. نطلع ونشوف الفيديو ده اللي مختلف وجديد عشان نعلق تعليق مهم جدا على فلسفة كابتن ثابت البطل من وهو لاعب. الظروف اللي حصلت في الموسم الماضي دي كانت بسبب الإصابة؟ لا، هي في الحقيقة الظروف اللي حصلت لي ما كانتش بسبب الإصابة، ولكن هي بسبب إن المدرب مستر فايزا شايف إن شوبير هو اللي كان أجهز بالنسبة لنا، وده ما كانش أجهز فنيا او بدنيا. لا، احنا كنا موجودين بنتدرب بجديه، كل الموجودين اكرامي وثابت وايهاب كلنا بنتمرن بجديه، لكن اللي حصل ان الخواجه شايف ان شبير كان هو في الوقت ده كان جول منتخب في الدوره اللي كانت الدوره العربيه اللي كانت معموله في الاردن. فطبعا اي مدرب بيجي على تيم جديد فبيشوف ان اللعيبه دي الدوليه، فبالتالي لازم اللعيب الدولي بيبقى معاه رخصه، ودي حقيقه مع كل المدربين الموجودين. فالرخصه دي كانت مع شبير في ذلك الوقت، ويمكن المدرب قعد معانا وقال لنا ان انتوا مش هتلعبوا الا اذا كنتوا جاهزين. فقعدنا معاه، فاحنا بنتمرن كويس، قلنا له ان احنا بنتمرن كويس وجاهزين دلوقتي في الظروف دي. فقعد معانا تاني. فالظروف بتاع الفرقه ان الفرقه بتكسب في بدايه الموسم، فما يقدرش يغير في شكل التيم. فاعتقد جه وقعد معايا تاني وقال لي انت مش هتلعب الا اذا اصيب شوبير. ده كان كابتن ثابت البطل. كابتن ثابت البطل هنا بيدي درس لكل لاعب في النادي الأهلي، وكمان اللي عايز يعرف كويس إزاي النادي الأهلي بيعد كوادره، وإزاي كمان الكوادر تكون مؤهلة إن هي تعد نفسها. مستر فايتسا تعامل مع كابتن أحمد شوبير إن هو حارسه الأساسي. كابتن ثابت البطل وهو بيتكلم ما شافش إن المدير الفني ظلمه، ورغم إن هو كان موهبة فائقة، ولكن تحدث بشكل عملي وشكل منطقي. قال ان مستر فايتسا جه لقى كابتن احمد شوبير بيلعب مع المنتخب، وتعامل ان فكره الحارس الدولي اكيد بيكون ليه افضليه مع المدرب الخاص بالنادي، لانه اكيد بيرى فيه ان هو اللي بيلعب اساسي في المنتخب، فاكيد هو جاهز اكتر. كمان قال ان هو اتمرن وكان بيعمل اللي عليه، ولما مستر فايتسا قال له انت مش هتلعب الا في حاله اصابه كابتن احمد شوبير، كابتن ثابت البطل كان ثابت وراسخ
بلا أي مشاكل أو بلا أي لاعب لا يعي أدواره. هكذا كابتن ثابت البطل كان بيعد نفسه داخل مطبخ النادي الأهلي لإعداد الكوادر اللي تعي جيدا كلمة المسؤولية. هو ده كابتن ثابت البطل اللي لازم كل لاعب في النادي الأهلي يتعلم منه. لو عايز تبقى نسخة من كابتن ثابت البطل لازم تاخد طريقه من بدايته.